العربي اليوم من التلفزيون العربي من لندن وفيه. المجلس العسكري في السودان يعلن إحباط محاولة انقلابية جديدة واعتقال رئيس هيئة أركان الجيش، والمباحثات تتواصل بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في أديس أبابا. الرئيس الإيراني يبدي استعداده لعقد مفاوضات عادلة وقانونية إذا لم تكن تعني الاستسلام، ويؤكد أن بلاده لا تسعى لتوتر مع الدول الأوروبية. استمرار الغارات على مناطق خفض التصعيد شمالي سوريا، وأنقرة وواشنطن تفشلان في التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات المنطقة الآمنة. المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر يقول إن تقريره لا يبرئ ترامب، ويؤكد أن الحكومة الروسية تدخلت بشكل ممنهج في انتخابات عام 2016. أهلا بكم. أكد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان للتلفزيون العربي إفشال القوات المسلحة محاولة انقلابية من قيادات وضباط داخل المؤسسة العسكرية كانوا على تواصل مع قيادات من النظام السابق وتنتمي للتيار الإسلامي. وأعلن الفريق شمس الدين الكباشي اعتقال رئيس هيئة الأركان المشتركة وعدد من القيادات على خلفية المحاولة الانقلابية. وقال المجلس العسكري إن المحاولة الانقلابية هدفت لعودة النظام السابق وقطع الطريق أمام الحل السياسي. عدد من وسائل الإعلام المحلية في السودان تداولت أنباء عن اعتقال الفريق أول بكري حسن صالح النائب الأسبق للرئيس المعزول ضمن حملة الإيقافات التي تشنها قوات المجلس العسكري. شخصيات من حرس النظام السابق تظهر من وراء الكواليس مستخدمة واجهات عسكرية. الفريق أول هاشم عبد المطلب رئيس هيئة أركان الجيش متهم وآخرون بمحاولة الانقلاب العسكري والتواصل مع قيادات إسلامية كانت تتصدر المشهد السياسي في نظام المخلوع البشير. الرصيد الذي يسمى بالدولة العميقة أن يقتنع بأن من الأفضل أن تعيش في الضوء، من الأفضل أن لا تعيش في الظلام، من الأفضل أن تعيش في مناخ من الحرية، حتى ولو فقدت بعض الامتيازات، ولكنك بالطبع ستكسب امتيازات معنوية وأخلاقية وقيمية. الإسلاميون الذين ظلوا يؤكدون دعمهم للاحتجاجات الشعبية في السودان منذ اندلاعها أشارت إليهم أصابع الاتهام أكثر من مرة من قبل المجلس العسكري، اتهامات شملت محاولات انقلابية وتورط كتائب الظل في أعمال العنف بالبلاد. لا أتوقع أن هذا الاتهام سيمد إلى بغية الطوائف الإسلامية الأخرى الموجودة في الساحة السياسية السودانية، بغض من هي منحصرة تماما في المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية التي تليه ويقودها الزبير أحمد الحسن، وهذه كلها جسم واحد، وهي تدافع عن هذه الفترة وعن رموزها وعن ما تتحمل كل مسؤوليات الفترة التاريخية السابقة. ورغم عدم الاستقرار السياسي والفراغ الدستوري الذي تمر به البلاد منذ 4 أشهر، إلا أن المطالبات الشعبية والحراك الميداني مستمر للمطالبة بحكم مدني يبنى على الكفاءات. ظل المجلس العسكري يكرر تنبيهاته من مغبة ممارسات الدولة العميقة على مسار بناء الدولة المدنية، وكان آخرها هذه المحاولة الانقلابية التي جمعت بين قيادات رفيعة وحساسة بالجيش وشخصيات مدنية نافذة في الحرس القديم. سالي عثمان، العربي، الخرطوم. ومن الخرطوم معنا مراسلتنا من هناك سالي عثمان. سالي، إذا غير ما قاله الكباشي للتلفزيون العربي أيضا وكالة أنباء السودانية أكدت يعني أن المجلس العسكري يؤكد فكرة العمليات الإنقلابية وأن من تم إيقافهم هم مرتبطون بحزب المؤتمر الوطني وأيضا يعني الدائرة المرتبطة بالرئيس المعزول عمر البشير. ماذا لديك من تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع، ويعني في أي سياق
سياق يمكن وضع هذه المحاولة الإنقلابية بين المزدوجين وأيضا الإيقافات؟ على ما يبدو أن هذه المحاولة الانقلابية تختلف عن سابقتها. كما تعلمون كان هنالك أكثر من محاولة انقلابية، البعض يتحدث عن 4 محاولات، البعض يتحدث عن 5 محاولات، بعضها أفصح عنها المجلس العسكري بصراحة ووضوح، والبعض الآخر تحفظ عليها وعن تفاصيلها تماما. لكن على ما يبدو أن هذه المحاولة هي مختلفة نظرا لحساسية الأفراد الذين قاموا ب أو شاركوا في محاولة هذا الانقلاب، وعلى رأسهم قيادة الجيش السوداني الفعلية وهي قيادة الأركان، وهو الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب، والذي يعني وضع في سدة الجيش السوداني، وكان من المرغوب به أن يكون يعمل بالتوافق بالطبع مع المجلس العسكري لعبور هذه المرحلة الانتقالية. على ما يبدو أن المجلس العسكري أيضا درج على ترتيب البيت من الداخل، هنالك حركة تنقلات واسعة وكثيفة منذ مساء أمس وحتى هذه اللحظات، شملت إعفاءات، شملت اعتقالات، شملت ترفيع لروتر، وشملت أيضا حتى تغييرات في يعني ليست في أسلحة في الجيش وليست في قيادات أسلحة في الجيش، وإنما أيضا في مؤسسات يعني حساسة مثل البنوك، مصارف وغيرها. حتى الآن ليست هنالك يعني أسماء معينة أو أرقام معينة لهذه التغييرات التي حدثت، ولكن تتوارد الأنباء حول تغييرات كثيفة وكثيرة تعمل على اجتثاث رموز النظام السابق والمنتمين إلى التيار الإسلامي بطبيعة الحال، والذين شاركوا يعني هذه المحاولة الانقلابية شارك فيها الفصيل العسكري والفصيل المدني، الفصيل العسكري وقيادات حساسة من الجيش كما ذكرت، وأيضا الفصيل المدني في قيادات أيضا مدنية كانت في الواجهة في المؤتمر الوطني. طب ترتيب البيت الداخلي هذا، هل يعني يمكن القول بأن حميدتي نفسه يرتب البيت الداخلي في سياق الحفاظ على موقع قوات الدعم السريع، علما أن هذه النقطة هي نقطة أساسية وخلافية سواء بين المنظومة العسكرية وحتى بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وهي يفترض أن توضع وموضوعة أصلا على طاولة النقاش؟ نعم، بطبيعة الحال يعني من الطبيعي جدا أن يكون هذا هو مسار نائب رئيس المجلس العسكري حميتي يعني الترسيخ أكثر لتواجد ووجود قوات الدعم السريع بصورة يعني كثيفة في القوات المسلحة، وذلك ما يكسبها الشرعية أكثر، وذلك ما يكسبها أيضا يعني وجود واستمرارية بحسب ما كان دائما يردد، على ما أظن أنه سيتم في الفترة القادمة يعني غربلة وتصفية الإسلاميين بصورة واضحة، لا سيما بعد المحاولات المتكررة التي يعني وردت في الأسابيع وفي الشهور السابقة حول محاولات كثيرة انقلابية يشارك فيها وتشارك فيها كتائب ظل وتشارك فيها أيضا قيادات ورموز في النظام السابق، مثل ما ورد اليوم الرئيس وزير الخارجية الأسبق علي كرتي من الأسماء التي وردت، أيضا نافع علي نافع القيادي البارز في المؤتمر الوطني من الأسماء التي وردت بشدة، وغيرها من الأسماء التي لم تظهر حتى الآن. فعلى ما أظن أن هنالك سيكون حملة مكثفة، لا سيما أن يعني هنالك حالة خمول على السطح من قبل هذه القيادات الإسلامية، على ما يبدو أنها تراجعت للوراء للعمل السري مرة أخرى والتخطيط والتنسيق مع قيادات الموجودة والخلايا النائمة إذا صح التعبير داخل المؤسسات سواء كانت عسكرية أو حتى مدنية، للتنسيق لمحاولة خلخلة نظام الدولة ومحاولة إفشال أي اتفاق سياسي بين الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري في سبيل السيطرة على الفترة القادمة من تاريخ السودان. شكرا جزيلا لك من الخرطوم مراسلة التلفزيون العربية سالي عثمان. تواصل قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في السودان محادثاتها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد تواتر الأنباء عن خلافات بين الطرفين بشأن تقاسم السلطة في هياكل الحكم الانتقالية. وقال قيادي بارز في الجبهة الثورية للتلفزيون العربي إن الطرفين على وشك التواصل لاتفاق يؤسس للمرحلة المقبلة. وكانت قوى الحرية والتغيير قد دعت إلى تنظيم مظاهرات غدا الخميس في الخرطوم رفضا للمحاصصة الحزبية. احنا بالمناسبة في إعلان الحرية والتغيير ومكونة جبهة ثورية السودانية توصلنا لقضايا كنا نفتكرها بأنه هذه القضايا دي تاخذ، وهي اخذت 60 سنة يعني
فيش بالك يعني نحن بالمناسبة كوننا نحن في خلال 20 يوم نتناقش في قضايا السلام والحرب ونصل لاتفاقيات حولها سواء كان عبر مسودة الدستور أو ومعنا عبر الهاتف مفادنا إلى أديس أبابا شيبة الحمد. شيبة، ما الذي يعطل أو يؤخر حتى الآن إبرام الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية؟ مساء الخير. يعطل هذا الأمر هو الملف المتعلق بالسلام والتحول الديمقراطي، وهذا الملف يبدو أنه شائك جدا لأنهم جلسوا كثير من الاجتماعات في محاولة لإحداث اختراق فيه. هذا إلى جانب أن هذا الملف يحتوي على بند يتعلق بالمشاركة في السلطة، يتعلق بالبند الذي يسبب أيضا أو يشكل خط آخر للجبهة الثورية للوصول إلى السلطة عبر وزارة أو رئاسة مجلس الوزراء. عفوا شيبة، هل هذه هي فقط الخلافات أم ربما هناك ربما معلومات لديك إذا كانت تتعداها إلى قضايا مبدئية تخص الاتفاق الرئيسي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري؟ في الواقع الجبهة الثورية تتحدث عن المهمشين أو قضايا الهامش أكثر، وتقول أن الأمر لا يتعدى ذلك. هي لا تتحدث عن محاصصة مباشرة بمعنى أن يشارك أحد قادة الجبهة الثورية في السلطة في الفترة القادمة، ولكنها تحرص على حل قضايا النازحين، على تمثيل النازحين في الإدارة، في إدارة البلاد في المرحلة القادمة. الآن قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية دخلوا في اجتماع تقريبا منذ 5 دقائق ونحن في انتظار ما سيخرجون به. طيب، ونحن في الانتظار أيضا، ولكن سأسألك أيضا إن كان هناك أي تصور لدى الطرفين بشأن ما يمكن فعله بما يخص القوى المسلحة التي تكون حاليا خارج الاتفاق والتي ترفض التوافق بأي شكل مع المجلس العسكري الانتقالي. القوى خارج هذا الاتفاق، بل هي خارج مكون الحرية والتغيير كليا، هي القوة التابعة لعبد العزيز الحلو في الحركة الشعبية ولعبد الواحد نور، وهي إحدى حركات دارفور جيش تحرير السودان. هذه القوة في الواقع هنالك محاولات لإقناعها بالانضمام لعملية السلام في السودان في الفترة المقبلة. هنالك خبر أن عبد العزيز الحلو هو متواجد منذ يوم الأمس أو صبيحة اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ولكن لم يتسنى لنا حتى الآن التأكد من هذه المعلومة. وهذا إن صح ربما سيلتقي بالمبعوث الأمريكي الذي يتواجد أيضا في العاصمة أديس أبابا. هذه بعض إشارات المراقبين أو تنبؤاتهم بخصوص تواجد هذين الشخصين في العاصمة أديس أبابا تزامنا مع عملية المحادثات الجارية بين مكونات الحرية والتغيير. مفادنا إلى أديس أبابا شيبة الحمد، شكرا جزيلا لك. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده مستعدة لعقد مفاوضات عادلة وقانونية وصريحة لحل المشاكل مع واشنطن. روحاني أكد أن إيران في الوقت نفسه غير مستعدة للاستسلام تحت مسمى المفاوضات. وتعليقا على احتجاز طهران ناقلة تحمل علم بريطانيا، قال روحاني إنه إذا تراجعت لندن عن الأفعال الخاطئة في جبل طارق فستتلقى ردا ملائما من إيران. ومن جانبه قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن الولايات المتحدة لم تسقط أي طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز. في وقت يتجه فيه صراع الأزمات نحو ذروته في مياه الخليج، تقول طهران أن وساطات تجري لتفكيك عقده، وتؤكد أن أبوابها مفتوحة وأنها ستبقى كذلك إزاء أي حراك دبلوماسي دولي أو إقليمي. كلام الرئيس الإيراني لا يدعو إلى التصعيد، لكنه في ذات الوقت يشير بوضوح إلى موازنة التهديد. لا نبحث عن توتر أو مواجهة عسكرية، وما قمنا به حتى الآن مناسب لانتهاكات الطرف الآخر.
وفي حال كرر الأمريكيون اختراقهم لأجوائنا فسيلقون ذات الرد. الأوروبيون إذا التزموا بالأطر الدولية وتوقفوا عن إجراءاتهم في جبل طارق سيسمعون منا ردا متوازنا. إما أن ينعم الجميع بالأمن وإما لا أمن لأحد. معادلة إيرانية حاضرة في مضيق هرمز إزاء أي تصعيد قادم. تحذير العسكر يأتي بالتزامن مع نفيهم للرواية الأمريكية بشأن أسقاط طائرة إيرانية مسيرة. جميع طائراتنا المسيرة تنجز مهامها وتعود إلى قواعدها سالمة، ومن يدعي غير ذلك عليه إثبات ذلك بالأدلة، كما أننا أسقطنا الطائرة المسيرة المعتدية واستعرضنا حطامها. وبعيدا عن الرواية والرواية المضادة ما بين واشنطن وطهران، فإن الأخيرة تعتبر أن تفاقم الأزمات الجاري يعود إلى سياسة الضغط الأقصى التي تتبعها سياسة ترامب، بدءا من حرب الناقلات مرورا بالتحشيد العسكري في مياه الخليج وصولا إلى اقتراب الاتفاق النووي من الانهيار. تتعدد الرسائل الإيرانية ما بين الساسة والعسكر، لكنها بالمجمل تصاغ في سياق استراتيجي واحد، هو أن طهران تخطو على شاكلة خصومها، تصعيد يقابل بتصعيد ودبلوماسية تقابل بما في ذاتها. ياسر مسعود، العربي، طهران. قالت وزارة الخارجية السويدية أنها تجري محادثات مع إيران وبريطانيا وآخرين بشأن الناقلة المحتجزة، وأنها تأمل في التوصل إلى حل لتهدئة الموقف. ويأتي ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أن بلاده تعمل مع بريطانيا وألمانيا على تشكيل مهمة لمتابعة ومراقبة الأمن البحري في الخليج. العالم بقارته كان لها، من شرقه إلى غربه، كانت قوة جبارة تتسيد في بحاره، إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس، هيبة سقلها البحر، مجد فيكتوري لم يبقى منه غير نصب وتماثيل تزين الساحات والميادين. اليوم بريطانيا العظمى أعجز من أن تسترجع ناقلة نفط. قصة تتطور تفاصيلها المؤلمة، غصة قذفت بها البحار البعيدة في قلب بريطانيا، والصيف بحره كشف المستور. في غمرة أزمة ترامب مع إيران تعرت بلادهم. في أي يوم عادي تمر عبر الخليج ما بين 15 إلى 30 سفينة كبيرة ترفع العلم البريطاني، ثلاثة منها تمخر مياه مضيق هرمز. بلسان توبايس إلود نائب وزير الدفاع، يستحيل حماية السفن البريطانية بالقدرات المتاحة. الترسانة البحرية للمملكة تآكلت، تقلصت على مدار السنوات الأخيرة بسبب التقشف. لم تعد بريطانيا تملك سوى حاملة طائرات واحدة وعدد قليل من قطع بحرية أخرى لا تليق بحجم بريطانيا وهيبتها التاريخية. وفي وقت الضيق خذلهم الصديق. ترامب يعيش يومه، لا يفتنه التاريخ، لا شيء بالمجان، ذاكرته أقصر من أن تحصي عدد حروب بلاده التي خاضتها بريطانيا. الأزمة مع إيران أزبته، هو من حبكها. وقع البريطانيون في فخها، وقبل أن يطلبوا مساعدته صدمهم وزير خارجيته: احموا سفنكم بأنفسكم. يد بريطانيا في الأزمة باتت قصيرة وأفكارها ليست شحيحة. اقترحت على الأوروبيين تشكيل قوة بحرية أوروبية تقارع الحرس الثوري الإيراني من بعيد. لن تغوص في تفاصيل أزمة ترامب مع إيران، لن تكون له سندا، يشرح وزير الخارجية جيريمي هانت. على مهل يدرس الأوروبيون الفكرة، يتوجسون من بريكزيت، يحيرهم بوريس جونسون رئيس وزراء جديد يحرض على الخروج من أوروبا، يجلدها بيد، فكيف له أن يضع يده الأخرى في قوة أوروبية مشتركة؟ هل يمكن أن تستوي هكذا طبخة من رجل يتباهى به ترامب؟ أما ماكرون فلا يبدو أنه نسي، نادى بجيش أوروبي موحد فعايره ترامب. على تويتر ذكره بفضل الجيوش الأمريكية في تحرير باريس من النازية. ماكرون لم يجد غير صمت بريطاني يشبه السخرية من حلمه بجيش أوروبي.
وينضم إلينا من طهران محمد صدقيان الكاتب والباحث المتخصص في الشأن الإيراني. سنعلق لاحقا على كلام الرئيس الإيراني روحاني لجهة المفاوضات، ولكن لننطلق من التوتر الآن الموجود بين إيران وبريطانيا، ولكن ضمن علاقة تبدو معقدة. من ناحية هناك تطمين بأن بريطانيا لن تتجه باتجاه أمريكا لناحية التصعيد العسكري أو تأزيم الموضوع أكثر، ومن ناحية ثانية هناك أمل ربما لدى طهران بأن بوريس جونسون ربما يحمل الملف ويعالجه بطريقة مختلفة. هل تقرأ بوادر يعني تواصل أو قنوات أخرى تفتحها إيران وبريطانيا أوروبيا، وغير فكرة التوتر فيما يتعلق بالقوة لضمان مياه الخليج؟ مساء الخير. أنا أعتقد بأن احتجاز البحرية البريطانية للنقل الإيرانية في مضيق جبل طارق أحرج الحكومة البريطانية ووضع الجانب البريطاني في زاوية، وبالتالي الآن هي بريطانيا لم تكن متشددة حيال إيران وحيال الاتفاق النووي. على العكس من ذلك، بريطانيا كانت إلى جانب التريكة الأوروبية، بريطانيا وألمانيا، من أجل استيعاب ما يمكن استيعابه من تداعيات أثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. لكن عندما احتجزت البحرية البريطانية نقل النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق وفي المياه الدولية، أنا أعتقد بأن كان هذا موقف محرج للجانب البريطاني. الآن لا توجد هناك فرص كثيرة ومجالات كثيرة من أجل تسوية هذا الأمر، الإفراج على الناقلة الإيرانية في جبل طارق مقابل الإفراج على الناقلة البريطانية في مضيق هرمز. وبالتالي أنا أعتقد بأن الإيرانيون عندما يؤملون أن تتخذ الحكومة البريطانية الجديدة تتخذ مواقف أكثر مرنة من أجل ليس دعم إيران أو الإفراج عن ناقلة، وإنما من أجل استتباب وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة المهمة من العالم. وإلا الكل يستطيع أن يفجر أي أزمة من الأزمات في أي مكان من الأمكنة، لكن المهم ولكن وكأن سيد صدقيان الرسائل المتبادلة هذه منطقة مفعمة، ولكن وكأن الرسائل المتبادلة أو الإشارات بين طهران ولندن تجاوز أزمة الناقلة أو الاحتجاز يعني المتبادل أو هذا التوتر، والحديث رغم إشارات هانت أو مبادرته للحديث عن قوة تضمن أمان الخليج، أمن الخليج، وتكون بمواجهة الحرس الثوري، ولكن أيضا هناك حديث عن قنوات فتحها أو حاول فتحها هانت وزير الخارجية البريطاني، ولكن أيضا يعني يريد أن يستكملها بوريس جونسون. وهنا سياق كلام رئيس روحاني، هل حينما يتحدث عن استعداد لمفاوضات هي إشارات ليس لواشنطن وليست لباريس، هي إشارات للندن؟ أنا أعتقد بأن الحكومة الإيرانية مثل ما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني بالتأكيد لا تريد التصعيد لا من بريطانيا ولا مع أي دولة أخرى، وبالتأكيد أيضا فيما إذا خطت بريطانيا، لأن هي كانت البادئة بالأمر، إذا خطت خطوة أولى نحو الأمام نحو يعني إعادة العلاقات إلى طبيعتها، أعتقد بأن الحكومة الإيرانية لديها رغبة في ذلك، وهي لا تريد أن تكون هناك علاقات متشنجة مع الحكومة البريطانية ومع بريطانيا بشكل عام، وهي تأمل أن تكون الحكومة البريطانية الجديدة حكومة تتسم بنوع من الواقعية والموضوعية في التعامل مع إيران ومع كل الملفات. والحكومة البريطانية تعلم جيدا بأن إيران كانت إيجابية عندما طلبت التريكة الأوروبية عدم الانسحاب من الاتفاق النووي، البقاء في هذا الاتفاق، العمل على صمود هذا الاتفاق، وبالتالي الأوروبيون ومنهم بريطانيا أيضا يعتقدون بأن الاتفاق النووي أو ينظرون إلى الاتفاق النووي على أنه اتفاق أمني في الشرق الأوسط، ويعتقدون أيضا بأن أي انهيار لهذا الاتفاق معنى انهيار للوضع الأمني في المنطقة. وكل الترحيب الذي سمعناه اليوم من سواء كان من السفير الإيراني في بريطانيا أو من الحكومة الإيرانية، يعني أعتقد بأنه يريد أن يفسح المجال إلى رئيس
رئيس الوزراء الجديد من أجل تصحيح هذا المسار وإرجاع العلاقات الثنائية إلى طبيعتها السابقة. لنرى كيف سينعكس ذلك على الاجتماع المقرر بعد أيام وستكون بريطانيا حاضرة فيه مع إيران. شكرا جزيلا لك محمد صدقيان الكاتب والباحث المتخصص في الشأن الإيراني، كنت معنا من طهران. قال رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون إن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 من أكتوبر تشرين الأول دون أدنى شك. وأضاف جونسون فور توليه منصبه رسميا إنه سيبرم اتفاقا جديدا مع الاتحاد الأوروبي. أقف أمامكم اليوم لأخبر الشعب البريطاني بأن أولئك المتشائمين سيخطئون ثانية. سنستعيد ثقتنا بديمقراطياتنا وسنحقق وعود البرلمان للشعب ونخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر دون تردد، وسنعمل على التوصل إلى اتفاق جديد، اتفاق أفضل يعزز فرص بريكزيت من خلال السماح لنا بتطوير علاقة شراكة مع أوروبا مبنية على التجارة الحرة، لكننا لن ننتظر 99 يوما لتحقيق ذلك. وينضم إلينا مراسلنا من لندن زاهر عمرين. زاهر، إذن بعد توليه منصبه رسميا في خطابه الأول يتحدث جونسون عن نيته إبرام اتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي، كيف كانت الأصداء؟ الأصداء هنا يعني لم يتغير رأي الشارع البريطاني بجونسون، كما يقول يعني المثل الإنجليزي جعجعة بلا طحن، خاصة وأن الرجل وعد كثيرا خلال الحملة، حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتحدث عن كثير من الأكاذيب ما تزال الذاكرة البريطانية محتفظة بها حتى اليوم. ما يقوله جونسون بحسب أيضا السياسيين أمر غير قابل للتحقيق، خاصة وأن المفاوضات تحتاج لموافقة بروكسل التي لها اليد العليا، والتي بعد 5 دقائق من تولي جونسون رئاسة الوزراء أعلنت بأنها لن تفاوض، لن تعيد التفاوض بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع تيريزا ماي، مما يجعل حديث جونسون يعني مجرد كلام في الهواء، خاصة وأن المدة التي يتحدث عنها 99 يوما قصيرة للغاية بحسب الخبراء. لكن يبدو أيضا هذا الاهتزاز الحاصل في 10 داونينج ستريت بعدد الاستقالات والإقالات التي نفذها جونسون خلال الساعة الماضية، حيث لم يمضي على توليه رسميا بعد لقاء الملكة، سدت الحكم أكثر من ساعتين حتى يعني بدأت التقارير وأيضا التصريحات التي توحي ب يعني حل الحكومة ربما بشكل جزئي. أكثر من 15 يعني شخصا من بين وزراء قياديين ووزراء صغار في الحكومة استقالوا أو أخيلوا، لكن هذا يعني أن هنالك أيضا تغييرا في تحديدا على الملف، ملف الناقلة البريطانية التي تحتجزها إيران، حيث أن وزير الخارجية منافسه جيرمي هانت في السباق الانتخابي الأخير أعلن استقالته، وأيضا جونسون أقال وزيرة الدفاع التي أيضا تتولى هذا الملف. هذا يعني أن هنالك تغيير سيحدث أيضا خلال الأيام القليلة الماضية في هذا الملف. صراحة شكرا جزيلا لك زاهر عمرين من لندن. ونتابع في العربي اليوم بعد الفاصل. تجدد المعارك بين الحوثيين وقوات هادي في الحديدة والضالع اليمنيتين. أهلا من جديد. قتل 3 مدنيين بينهم طفلان جراء غارات لطائرات النظام الحربية على مدينة أريحة جنوبية إدلب، لترتفع حصيلة الضحايا من المدنيين إلى أكثر من 60 قتيلا منذ الاثنين. كما شنت طائرات النظام غارات استهدفت معرة النعمان وقرية دير سنبل وأطراف قرية دير الشرقي، فيما استهدفت طائرات روسية مدينة خان شيخون. ويواصل النظام السوري وحلفاؤه منذ 26 أبريل نيسان الماضي حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد شمالية سوريا التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانا.
دانت الولايات المتحدة الغارات الجوية التي تعرضت لها مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، وقالت إنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي. ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية. من جانبها اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نظام الأسد وروسيا بالاستهداف المتعمد للبنى التحتية المدنية. وأضاف البيان أن الضربات الجوية المتكررة التي وصفها بالفعل اليائس تمثل إصرار الأسد وحلفائه على الحل العسكري للنزاع. ومع استمرار القصف في مناطق ريف إدلب وريف حما، تستمر موجات النزوح للمدنيين الفارين من الموت إلى المجهول وسط معاناة إنسانية تتفاقم يوما بعد آخر. مراسلنا قحطان المصطفى ينقل لنا صورة من هناك. لم يتوقف الموت بعد في أرياف إدلب السورية، فهنا بقلب المناطق المدنية المثقلة بالهموم نزوح من الموت إلى المجهول. حتى من تبقى يستعد للحاق بمن سبقوه، إلى حيث ينجو ببدنه وأطفاله من جحيم الطائرات التي لم تبقي ولم تذر. يعني يوميا قصف، يوميا طيران، يوميا دمار، تهجرت نص العالم، وبدك تقول يعني أغلب العالم تهجرت، والبلد صارت فاضية يعني بشكل كامل تقريبا، فينك تقول والشوارع صارت فاضية، نزحت العالم، ما ضل حدا. يعني ليك عنا هاي الحديقة كانت كل نهار بهالوقت تكون مليانة عالم، هلأ ليك ما في حدا على الخالص أبدا، ما في عالم، ما العالم كله تهجرت. يعني عشرات السكان يعودون إلى منازلهم بعد دفن أحبابهم ممن قتلتهم طائرات نظام الأسد وروسيا، باحثين عن ما أبقت عليه الصواريخ لتعينهم على رحلة النزوح الجديدة. في هذا المكان يتجلى قهر الرجال في كل صوره. رائحة الموت في جسر الشغور تفوح من كل بيت وقع سقفه على رؤوس قاطنيه. ليست هذه المدينة الأولى التي تستهدف بكل أنواع الأسلحة والصواريخ المحرمة دوليا، وقد لا تكون آخرها. يحاول أحمد لملمة جراحه بعد أن دمرت الغارات الجوية منزله بريف إدلب. وصل مع أطفاله ومن تبقى من جيرانه حديثا لينضم إلى من سبقوه منذ سنوات إلى هذا المخيم العشوائي. بعد القصف الضرب يعني طلعنا لا معنا ثياب ولا معنا ضرار، جينا على الشريط الحدودي لا في منظمات، لحد الآن خيمي ما أعطونا، بركينا عائلتين بخيمي وحدي، يعني كل عائلة شيء 6-7 أشخاص بركين بخيمي، لا منظمات أجوا لا خيام أعطونا لحد الآن. يعني أكثر من 30,000 مدني فرض عليهم النزوح من جسر الشغور بعد أن دمرت المدارس والمشافي ودور العبادة، ولم تعد صالحة للعيش لينتهي بهم الحال في هذه المخيمات. يبدأ فصل جديد، فصل من فصول التغريبة السورية التي لا يستطيع أحد أن يتكهن كيف سيكتب فصلها الأخير. قحطان مصطفى، العربي، ريف إدلب الغربي. وينضم إلينا من إدلب مراسلنا خالد الإدلبي. خالد، أيام صعبة تعيشها إدلب، واليوم قد لا يكون مختلفا لو تضعنا في صورته. نعم، ارتفعت حصيلة الضحايا المدنيين إلى قرابة 20 مدنيا اليوم قتلوا جراء غارات لطائرات النظام والطائرات الروسية. قبل قرابة نصف ساعة من الآن ارتكبت الطائرات الروسية مجزرة مروعة بحق عائلة في قرية مزرعة الطبيش شمال مدينة خان شيخون. الطائرات الحربية الروسية استهدفت منزلا يأوي عائلة من هذه القرية، مما أدى إلى مقتل 10 أفراد من عائلة واحدة بينهم 3 أطفال و3 سيدات. أيضا قتلت طائرات النظام الحربية 3 مدنيين في مدينة أريحة و3 مدنيين في قرية بسنقول. أيضا القصف المدفعي أودى بحياة مدنيين 2 في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي. الغارات الجوية صباح اليوم كانت شبه متوقفة منذ الصباح، وحتى ظهر اليوم قرابة 10 غارات فقط تعرضت لها منطقة إدلب وريف حماة، لكن بعد عصر هذا اليوم كثفت الطائرات الحربية طلعاتها الجوية باتجاه مدينة معرة النعمان ومدينة أريحة ومدينة خان شيخون. الأوضاع مأساوية جدا بشكل كبير بسبب خلو هذه المنطقة من الأهالي بسبب القصف العنيف والشديد والمجازر المستمرة
يوما بعد يوم الأهالي يدفنون ضحاياهم بشكل سريع ويغادرون المنطقة باتجاه مكان آمن باتجاه نعم. يعني كنا نتابع تقرير قحطان المصطفى يتحدث عن حركة النزوح وسط استمرار هذا القصف، كيف يتأمن هذا النزوح؟ واليوم يعني لو تضعنا أيضا إن كان هناك نزوح مستمر، حركة النزوح مستمرة بشكل كبير، حتى اليوم هناك مناطق لم تنزح سابقا اليوم باتت تنزح. مدينة معرة النعمان والمنطقة المحيطة بها سابقا كانت شبه آمنة، تعرض لغارات بين الحين والآخر، لكن خلال اليومين الأخيرين تعرضت لغارات شديدة جدا مما أدى إلى نزوح عدد كبير من هؤلاء الأهالي. الأوضاع على حدود سوريا التركية صعبة جدا، كثير من الأهالي يفترش العراء وتحت أشجار الزيتون، قسم كبير منهم قام بشراء خيام على الحدود السورية التركية مع غياب المنظمات التي توزع هذه الخيام. سعر الخيمة اليوم وصل إلى 300,000 ليرة سورية أو ما يعادل $600 أمريكي. هذه العوائل لا تملك ثمنا للطعام ولا ثمنا للخبز، تستدين المبالغ المالية وتشتري الخيام لإيواء الأطفال في هذه الأجواء وهذا الحر الشديد على الحدود السورية التركية. شكرا جزيلا لك خالد الإدلبي من إدلب. هدد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بشن بلاده عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد في الشمال السوري في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول إنشاء المنطقة الآمنة. وقال داود أوغلو إن المقترحات الأمريكية لا ترضي الجانب التركي. ومن جانبها قالت الرئاسة التركية إن إنشاء المنطقة الآمنة في الشمال السوري يجب أن يتماشى مع خطط تستجيب للمطالب التركية. وأضافت الرئاسة في بيان لها عقب اللقاء الذي جمع المتحدث باسمها إبراهيم كالين مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري أن الجانبين بحثا قضية المنطقة الآمنة شرقي نهر الفرات وكيفية مكافحة التنظيمات الإرهابية في المنطقة. المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري في أنقرة، لقاءات عدة أجراها الرجل مع مسؤولين كبار في الدولة. القضية الأساسية المطروحة على طاولة الحوار هي المنطقة الآمنة شمال سوريا. وزارة الدفاع التركية أكدت مواصلة المشاورات بين الطرفين حول آليات إنشاء تلك المنطقة، والرئاسة التركية تقول إن أي خطة تقترحها واشنطن يجب أن تستجيب للمطالب التركية. ووزير الخارجية يؤكد أن صبر بلاده نفذ ويهدد بشن عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد. المقترحات الجديدة التي قدمتها الولايات المتحدة لا ترضينا، عمق المنطقة الآمنة والجهة التي ستدير تلك المنطقة وكيفية إخراج مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني هي من النقاط الحساسة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها. يجب أن نتوصل إلى تفاهم بشأن المنطقة الآمنة في سوريا بأقرب وقت ممكن، فصبرنا قد نفذ. خلافات إذن. أنباء تتحدث عن استعدادات تركية عالية لشن عملية عسكرية في حال فشل الجانبان التوصل إلى اتفاق يخرج بموجبه وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة منبج. تركيا مصممة على شن عملية عسكرية لأن هناك خطرا يهدد الأمن القومي للبلاد. لا يمكن لتركيا غض الطرف عن تلك التهديدات، ومهما حدث ستقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لإزالة تلك الأخطار، وتركيا على أتم الاستعداد للعملية العسكرية. بالتوازي مع الحوار الدبلوماسي ترسل أنقرة مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى الحدود السورية، الجيش في حالة جهوزية عالية منتظرا ساعة الصفر التي تم تأجيلها مرات عدة بسبب الضغوط الأمريكية على الجانب التركي. جولة مفاوضات هي الأطول أجراها المبعوث الأمريكي في أنقرة، لا مؤشرات حتى اللحظة تفيد التوصل إلى التفاهمات. يحاول الجانب الأمريكي ثني تركيا عن التدخل العسكري، في المقابل يهدد الأتراك بالتحرك لوحدهم عسكريا بعيدا عن واشنطن في حال ظلت الأخيرة متمسكة بموقفها الداعم للمسلحين الأكراد في الشمال السوري. عدنان جان العربي، اسطنبول.
وينضم إلينا من إسطنبول فراس رضوان أوغلو الكاتب الصحفي التركي. سيد فراس، كيف تقرأ تصريحات تشاوش أوغلو عن مقترحات واشنطن التي لا ترضي أنقرة بشأن المنطقة الآمنة؟ هل هي إعلان فشل أم ربما محاولة ضغط؟ طبعا هي محاولة ضغط، هذا بالتأكيد. حتى التهديد أو التلويح بورقة القوة العسكرية والتدخل بشكل عسكري في الشمال السوري شرق الفرات وحتى في مسألة منبج والمنطقة الآمنة هو ضغط كبير من قبل تركيا على الولايات المتحدة. ولكن دعني أقاطعك هنا، هذا التلويح سيد فراس تكرر عدة مرات دون الإقدام على تنفيذه. نعم، الآن هناك مستجدات مهمة جدا، الاس 400 مثلا، والتلويح بالعقوبات الاقتصادية على تركيا. لذلك تركيا أيضا تريد في إذا حدثت هذه العملية العسكرية ممكن أن نقول أن هناك خلط الأوراق على أرض الميدان وتحديدا في تلك المنطقة، لأن تركيا لديها الحجة الثابتة والقوية بأن أمنها القومي في خطر. لا يمكن قبول إنشاء كوريدور يعتبر إرهابي بالنسبة لتركيا، تهديد للأمن القومي التركي، إضافة إلى أن هناك عدة ملايين من السوريين متواجدون، على أقلهم هناك ما يقارب المليون شخص من مناطق شرقي الفرات. لذلك لابد من تطبيق هذه الخطة في مسرح الأرض السورية، لأن هناك منطقة الآمنة، لكي لا يكون هناك مسار أيضا للاجئين الذين أيضا سيفرون من مناطق تصعيد في تلك المنطقة، وتكون أيضا سببا في تخفيض أو الحل السياسي ربما الذي تراه تركيا. طيب، الأتراك يغصون في هذا الخلاف مع الولايات المتحدة، ولديهم أيضا خلافات أيضا مع الروس بشأن الهجمات المستمرة على إدلب. سؤالي، كيف يمكن لهم أن يكون لديهم أوراق قوة ربما لمعالجة الملفين في وقت واحد، وما هي أيضا حدود تنازلاتهم المتوقعة؟ هذا ما مجبر عليه تركيا، أن يكون هناك ملفان منفصلان تماما، هذا الملف شرق الفرات بيد الولايات المتحدة الأمريكية، والملف غرب الفرات هو أيضا ما بين تركيا وبين روسيا. لا يمكن إلا أن تكون تركيا لديها القدرة على الفصل بين الملفين والتوازن بين الملفين، وأيضا إيجاد قراءات إن كانت سياسية أو حتى عسكرية في الملفين منفصلين بشكل تام. بعد ذلك ممكن أن نقول أن يمكن مواصلة الملفين في حال وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على إيجاد صيغة سياسية للحل السياسي في سوريا، أي مع روسيا وتركيا، إضافة إلى مشكلة أخرى وهي وحدات حماية الشعب الكردية يجب وضعها في إطار سياسي. شكرا جزيلا لك فراس رضوان أوغلو الكاتب الصحفي التركي من إسطنبول. في اليمن، قالت مصادر ميدانية إن القوات السودانية المشاركة ضمن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات انسحبت من بعض مناطق تمركزها في محافظة الحديدة غربي البلاد لتحل محلها عدد من الألوية العسكرية التابعة لقوات هادي. وفي الحديدة تتواصل معارك عنيفة بين الحوثيين وقوات هادي، حيث لم تنفع المفاوضات الأممية ولا اجتماعات لجنة إعادة الانتشار الثلاثية في وقف حمى الاشتباكات والتعزيزات المتواصلة للأطراف المتصارعة على ساحل البحر الأحمر. ولمزيد من التفاصيل معنا من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. نبيل، يعني لو تضعنا بداية بآخر هذه التطورات الميدانية، وسط كما هو معروف الآن هناك يعني باب مغلق للحل السياسي، كلام أيضا عن إحراز التحالف، يعني مواقع قوية جدا أو متقدمة ميدانيا. نعم نجلاء، في هذه اللحظات تدور أعنف الاشتباكات ما بين الحوثيين من جهة وقوات هادي من جهة أخرى، وبالتحديد في محافظة الحديدة ومناطق مختلفة تابعة لمحافظة الحديدة غربي اليمن. الحوثيون يتهمون قوات هادي بأنها هي التي تقوم بقصفهم وقصف المواقع الأخرى في المدينة الساحلية، فيما قوات هادي تتهم كذلك الحوثيين بالقيام بالمثل أو بالعكس باستهدافهم. إذن هناك معارك تدور وهناك تعزيزات لكلا
الطرفين في هذه المدينة الساحلية على ساحل البحر الأحمر في وقت يعد الوضع الإنساني في مدينة الحديدة هو الوضع الأشد وطأة على هؤلاء السكان في اليمن. الآن تدور المعارك بين الطرفين وتبادل الاتهامات، معنى أن هذا حتى الآن لا يوجد أي حل لهذه المدينة الأفقر في البلاد. كنت قد أعددت تقريرا عن محافظة الحديدة وما يدور فيها، يمكنكم متابعة هذا التقرير. الحديدة على صفيح ساخن، صيف قائض وكهرباء شبه منقطعة، ومعارك شرسة بين الحوثيين وقوات هادي. تبادل الاتهامات بين الطرفين في خرق وقف إطلاق النار لا يتوقف بشكل يومي. الحوثيون يتهمون قوات هادي بقصف مناطق فندق الاتحاد ومدينة الشعب ومديريتي الدريهم والتحيت بالعشرات من القذائف الرشاشة والمدفعية. في المقابل تتهم قوات هادي جماعة الحوثيين بخرق الهدنة واستهداف قواتها بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها. ووسط تبادل الاتهامات يسقط العديد من الضحايا المدنيين في المحافظة الساحلية الأفقر في اليمن. منذ اتفاق السويد لم يتم يعني إيجاد حلول ناجعة للحديدة وبقية الملفات العالقة، لكننا نقول أهالي مدينة الحديدة هم الأكثر معاناة بسبب يعني عدم اكتراث المجتمع الدولي وأطراف النزاع بالمآسي والمشكلات التي يعانوا منها ومنها المجاعة. إذن لم يستجد شيء من اجتماعات لجنة إعادة الانتشار الثلاثية التي عقدت منذ أكثر من أسبوع وعلى مدار يومين على متن السفينة الأممية انتراكتين دريم الراسية على ساحل البحر الأحمر. الجنرال مايكل ريسيجارد رئيس لجنة التهدئة غادر مؤخرا اليمن إلى العاصمة الأردنية عمان، وهو ما ينذر باستمرار الاشتباكات العنيفة بين الأطراف المتصارعة في الحديدة واستقدام التعزيزات، وربما يبقي الخيار العسكري هو الطريق الوعر الوحيد الذي سلكته هذه الأطراف سواء برضاها أو رغما عن حسن نواياها. نبيل اليوسفي، العربي. ونتابع بعد الفاصل. حفتر يفشل في دخول طرابلس بعد أكثر من 48 ساعة من ساعة الصفر الجديدة، والسراج في تونس لأجل الحشد الدبلوماسي. التقى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج في العاصمة التونسية القائمة بأعمال السفارة الأمريكية جوشوا هارس. وأكد الطرفان بعد اللقاء بحسب بلاغ أو بيان عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، أكد أهمية الوقف الفوري للقتال في طرابلس والعودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة. ساعة صفر ثانية، صفرية النتائج كانت. لم تحقق قوة حفتر بعد ساعة صفرها التي وعدت الاختراق الذي توعدت به والذي حشدت من أجله طوال الأسابيع الماضية. منذ ساعة حفتر الموعودة مضت 48 مثلها، عاد بعدها لجبهات القتال جنوب العاصمة الليبية هدوءها. القوة الضاربة الموجودة لدينا يعني لم تستعمل بعد لدحر العدو، ولكن ما زلنا نكمح في جماحنا لصده فقط على طرابلس، وهذه في حد ذاتها يعني أمر سيء نعتبره الآن يعني. ولكن قوات حفتر واضح لأنها بدت ضعيفة جدا، قوات مهزومة، قوات يعني أغلبها مرتزقة. لما بدا انه فشل ثان ومزمن في اختراق حدود العاصمه الجنوبيه اسباب يرى متابعون انها تبدا عند تحذير المجلس الرئاسي ومجلس الدوله لدعم حفتر من مغبه مساعدته في موجه هجوم جديده على العاصمه. تشمل اسباب فشل هجوم حفتر كذلك هجمات جويه استباقيه ومكثفه قامت بها قوات الوفاق اضعفت من قدره قوات حفتر على احداث تغيير لصالحها في مجريات المعركه. ليبقى الموقف العسكري جنوب العاصمة منذ سيطرة قوات الوفاق على غريان شبه ثابت لا متغير في معالمه. لا متغير في طرابلس،
سوى ما وقيت هجمات حفتر لثابتة، إلا عجز هذه الهجمات عن إدراك مبتغاها. تغيرت تواريخ الهجوم وبقيت ساعة العاصمة الليبية ثابتة غير مواتية لمواقيت حفتر. خليل سعيد العربي، طرابلس، ليبيا. وينضم إلينا من تونس مراسلنا وسام دعاسي، ومن طرابلس مراسلنا خليل قلاعي. وأبدأ معك وسام دعاسي وأسألك عما توفر لديك من معلومات حتى الآن عن زيارة السراج إلى تونس واللقاءات التي عقدها مع دبلوماسيين أمريكان وألمان. بالفعل بداية زيارة رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الليبية فايز السراج إلى تونس هي زيارة لم تكن معلنة في الحقيقة، لكنها جاءت غداة الهبوط الاضطراري للطائرة الحربية التابعة لقوات حفتر جنوبي تونس، ما جعل هذه الزيارة تحاط بتكتم جديد من السلطات التونسية، إذ لم تعلن أو تنشر وزارة الخارجية التونسية أي بيان أو توضيح حول اللقاءات التي قام بها السراج، وما إذا كان قد التقى بوزير الخارجية التونسي خميس الجناوي. لكن يعني البلاغات التي نشرتها حكومة الوفاق يعني تبين أو أظهرت أن السراج قام بسلسلة لقاءات دبلوماسية مع يعني مسؤولين أجانب هنا في تونس، بدءا ب يعني السفير الألماني لدى ليبيا الذي تباحث مع السراج وأكد على تباحث حول آخر المستجدات الأمنية والسياسية في العاصمة طرابلس. السراج أكد أن يعني أن حكومته تواصل التصدي للعدوان الذي يعني العدوان على العاصمة طرابلس. من جانبه أيضا السفير الألماني أكد أن ألمانيا تدعو إلى وقف الفوري للاقتتال في ليبيا، وكذلك يعني هي تؤكد على أن لا وجود لحل عسكري في ليبيا وضرورة يعني العودة إلى طاولة الحوار تحت مظلة الأمم المتحدة. كذلك السراج التقى بالسفير الأمريكي، وهذه الزيارة يبدو أنها جاءت على خلفية الهبوط الاضطراري للطائرة الحربية في الاثنين الماضي بعد يعني مباشرة القضاء العسكري تحقيقا حول ملوثات هذه الحادثة. نعم وسام، دعنا نتحول إلى طرابلس مع مراسلنا خليل كلاعي. يعني هل لا يزال الهدوء سيد الموقف، أم وهل هو هدوء قبل استكمال المعارك أم ماذا؟ نعم نجلاء، من المتوقع أن تبدأ القوات التابعة للمتقاعد خليفة حفتر جولة أخرى من المواجهات ربما في الأيام القليلة القادمة. من الواضح أنه 48 ساعة بعد إعلان حفتر عن ساعة الصفر المفترضة لمحاولة جديدة لاختراق الطوق الجنوبي للعاصمة الليبية طرابلس، وللعلم هذه المحاولة بدأت من أكثر النقاط قربا من العاصمة الليبية، بدأت من محوري وادي الربيع وعين زارة ومنطقة معسكر اليرموك، ربما في محاولة لإحداث أي اختراق وأي تقدم نحو عمق العاصمة الليبية طرابلس. 48 ساعة عادت كل التمركزات إلى أماكنها الأولى وساد هدوء مطلق كل المحاور، فيما بدأ فشلا لهذه المحاولة التي بدت أضعف بكثير مما كان يتوقع لها. زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج إلى تونس ولقائه بالقائم بالعمال الأمريكي في تونس كان لها صدى هنا في طرابلس، على خلاف لقائه بالمسؤولين برئيس الحكومة التونسي وبالسفير الألماني في تونس. على خلاف هذين اللقاءين، لقاؤه بالقائم بعمال السفارة الأمريكية في ليبيا كان ربما محل نقاش هنا في طرابلس. بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني شدد على أن فايز السراج عبر عن تمسك حكومة الوفاق الوطني بصد هذا العدوان بمواجهته قبل الانطلاق في أي عملية سياسية، على خلاف بيان السفارة الأمريكية في ليبيا الذي قال أن المسؤولان فايز السراج والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا اتفقا على الوقف الفوري للأعمال القتالية، وهما لم يرد البتة شكرا في لك بيان خليل. المكتب الإعلامي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. على هذه الإضافة والمعلومات من طرابلس خليل كلاي، وأيضا أشكر من تونس مراسلنا وسام دعاسي.
عين الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح العميد عبد الرحمن عرعار قائدا للدرك الوطني خلفا للعميد الغالي بالقصير الذي أقاله من منصبه. وشغل بالقصير منذ تشرين الأول أكتوبر 2017 رئيسا لأركان الدرك الوطني التابع لوزارة الدفاع، قبل أن يوليها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة قيادة قوات الدرك الوطني. وتأتي هذه الإقالة في وقت يحقق فيه القضاء في ملفات فساد تطال مسؤولين كبار مرتبطين بمنظومة حكم بوتفليقة. وتنضم إلينا من الجزائر مراسلتنا جهيدة رمضان. جهيدة، هل من مؤشرات اتضحت حول أسباب هذا التغيير؟ لحد الساعة لا جديد سوى بيان من رئاسة الجمهورية الذي أنهى بموجبه مهام الغالي بالقصير الذي عين على رأس قيادة الدرك الوطني قبل سنتين من الآن. تم اليوم إنهاء مهامه ويكون في مكانه السيد أو القائد الجديد عبد الرحمن عرعار. تأتي هذه التعيينات الوقت في ظل اجتماع سياسي طبع اليوم المشهد السياسي. رئيس حزب طلائع الحرية علي بن فليس تحدث اليوم عن ضرورة اشتغال وتحريك القضاء الجزائري لمحاكمة ما صار يسمى في الجزائر بالعصابات. توقيفات لا تزال مستمرة. تم أمس أيضا من قبل محكمة سيدي محمد الحديث أو إصدار أمر بمنع وزير العدل السابق الطيب لوح من السفر لاشتباهه بتورطه في قضايا فساد. إذن المشهد السياسي في الجزائر اليوم يعيش كل هذه الأجواء المتوترة إلى حد بعيد. شكرا. سواء كانت قضائيا على مستوى الأمن أمنيا أيضا وحتى على المستوى السياسي. شكرا جزيلا لك جهيدة رمضاني من الجزائر. أكد المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية روبرت مولر ثبوت ما وصفه بالتدخل الممنهج للحكومة الروسية في الانتخابات التي جرت عام 2016. أولا، توصل تحقيقنا إلى أن الحكومة الروسية تدخلت في انتخاباتنا بشكل واسع ومبرمج. ثانيا، لم يثبت التحقيق تآمر أعضاء حملة ترامب الانتخابية مع الحكومة الروسية في نشاطات تدخلها بالانتخابات. لم نتناول موضوع التواطؤ لأنه ليس مصطلحا قانونيا، وإنما ركزنا على ما إذا كانت الأدلة كافية لاتهام أي عضو في الحملة الانتخابية بمشاركته في مؤامرة، ولم يثبت ذلك. ومعنا من واشنطن مراسلنا رافد جبوري. رافد، يعني ما أهمية شهادة مولر بعد التقرير الذي عرض ونشرت تفاصيله؟ أي سياق يضعه مولر ويحدد ملامح ماذا تحديدا؟ براءة ترامب أم زيادة اتهامه والتشكيك بمصداقيته؟ الشهادة مهمة جدا نجلاء وفرح إعلاميا وسياسيا. هي إظهار لمولر ولساعات طويلة من الحوار معه من قبل أعضاء الكونغرس. لو كانت هذه مباراة بكرة القدم جلسات اليوم لكنت قلت بأن الديمقراطيون قد سجلوا هدفين مبكرين عندما قام رئيس اللجنة القضائية بانتزاع إجابتين واضحتين في الدقائق الأولى من جلسة الاستماع. طبعا جيري نادلر هو رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب انتزع من الاعتراف بأنه لم يبرئ ترامب، أن التقرير لم يبرئ ترامب، وانتزع منه الاعتراف بأن أو الإقرار بأن الرئيس من الممكن أن يحاكم بعد انتهاء فترة رئاسته، لأن التقرير ومولر يقول بأنه لم تكن هناك إمكانية لتوجيه الاتهامات للرئيس ترامب وهو في منصبه. طبعا الجلسة استمرت لساعات وهي مستمرة حتى الآن بعد أن تحولت من اللجنة القضائية إلى لجنة الاستخبارات، ونحن نتابعها أولا بأول. شكرا جزيلا لك رافد جبوري مراسلنا من واشنطن. إلى منصتنا الآن على مواقع التواصل الاجتماعي أنا العربي وفيديو اليوم عن وفاة ملاكم روسي أثناء بطولة دولية في الملاكمة، لنتابع.
العربي اليوم انتهى. نشكر متابعتكم وننتقل الآن إلى برنامج